أهلا وسهلا فيكم أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أكثر جدا مما نطلب. الحلقة الماضية حكينا شو يعني تجسد الرب يسوع المسيح، شو يعني التجسد، وشو لازم أنا كإنسان أتعلم من تجسد إلهنا القدوس. لهيك لازم كلنا أحبائي نتعلم لفظة مهمة علمونا إياها آباء الكنيسة عن تجسد المسيح، وهي الإله المتجسد. لما بدي أحكي عن المسيح اليوم بدنا نتأمل سوا ونجاوب على سؤال: ليه تجسد المسيح؟ وشو هني بركات التجسد؟ وليه إلهنا قرر يتجسد؟ هيدا السؤال لازم يعرف يجاوب عليه أي مسيحي، لأنه مرات كتير بيسألونا من غير المسيحيين هيدا السؤال، لأنه بيكونوا سألوا جيران وأصحاب المسيحيين وما عرفوا يجاوبوا عليه. أكتر شغلة صعبة وما بيقدروا يتقبلوها عند إخوتنا غير المسيحيين إنه كيف بتقولوا عن المسيح ربنا؟ كيف بتقولوا الإله تجسد؟ كيف بتقولوا إله قدوس صار يأكل ويشرب وتعرض لإهانات وانصلب؟ عيب هالحكي ومش مقبول أبدا، وكأنهم قصدهم يقولوا لنا بهدلتوا ربنا وقللتوا احترام مع ربنا، إذا مش أكتر من هيك. أحبائي بهالحلقة بدنا نتعلم نجاوب ليه تجسد المسيح، وكيف إنه كان لازم يتجسد، لازم، ما في غير حل، ونصير كلنا نفهم ونستوعب إنه لو ما المسيح دخل عالمنا وتجسد ما كان في شيء له طعمه، كان كله رح يروح هيك، وكنا كلنا رايحين بعد هالحياة على الهلاك، كلنا دون أي استثناء. لهيك كان لازم أقنوم الكلمة إلهنا القدوس يصير الرب يسوع المسيح الإله المتجسد، إله كل المجد. أحبائي، في 7 بركات للتجسد ولازم تحفظوها منيح وتصيروا أنتوا تعلموها بالمجتمع ولولادكم. أول بركة أو سبب للتجسد هو الفداء أو الخلاص. نحن منقول لأنك أتيت وخلصتنا، وهيدا مضمون الإيمان المسيحي، معناتها إلهنا أتى إلى العالم ليخلص البشر، هيدا المضمون كله، هيدي فلسفة المسيحية كلها. طيب الخلاص من شو؟ لما منقول خلصنا يعني في مشكلة كبيرة ولازم تخلص، أو في هم تقيل ولازم ينشال. القديس بولس بيقول بالرسائل: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لأن البعض أحبائي بيفتكر أنه الخلاص موضوع نظري مش مفهوم وموضوع عام، وهو شيء هيك نظري ما له علاقة فيه. لا أحبائي، هيدا موضوع شخصي وكتير كمان،
انت محكوم عليك بالهلاك الابدي ومنك منتبه. والمسيح دخل عالمنا ليشيل هالحكم بالذات، اللي سببه الانسان بشره وفساده وخطاياه. فدور الانجيل انه يكشف لك امرين، انه في حكم على راسك وفي حدا اجى ليشيل هالحكم عنك. ولهيك منسمي الانجيل بالبشرى الساره، لانه بيقلنا بوضوح كل واحد منا اخطا بارادته بيستحق الهلاك الابدي. وهيدي حقيقه. كانه بيجيك على البيت تبليغ من المحكمه انك تروح تحضر لانك متهم بجريمه قتل. كيف بتكون حالتك؟ مصيبه، بس هي حقيقه. وبعد شوي بيجيك خبر انك بريء وصرت حر. خبر كتير حلو. فالانجيل بيقلنا بصراحه انه كلنا منستحق الهلاك، وربنا اجى ليشيل هالحكم، وهيدا اسمه الخلاص. مشان هيك مجيء المسيح مفرح، وعيد الميلاد بكل البلدان مفرح. دخلت ربنا عالدني معناتها رفع الحكم على البشر. ولو انت فاهم هالشي منيح رح تفرح كتير بعيد الميلاد، ورح يكون عندك رغبة تفرح كل اللي حواليك. لازم افهم انه المسيح اجا كرمالي وكرمالك. ولو ما فهمنا هالمعنى مظبوط عمرنا ما رح نفرح بعيد الميلاد، ورح يقطع مثله مثل اي يوم. لانه بولس الرسول شو قال؟ قال الذين اولهم انا. وهيدي احبائي عظمة سر التجسد. ولهيك المسيحي ما لازم ابدا يخاف من الموت. تاني سبب لتجسد المسيح، المسيح إجا على عالمنا لنعرف إلهنا صح. هل كان ممكن نعرف إلهنا بدون التجسد؟ لا، مش ممكن نعرف ربنا مظبوط من دون ما يدخل عالمنا وياخد طبيعتنا. ممكن أي شخص يدعي إنه قدر ربنا كيف شكله. في ديانات تانية بتقول ربنا موجود وشي كتير منيح، وبيقولوا ربنا إله واحد وشي كتير منيح، بيقولوا ربنا هو الخالق شي رائع وصح. طيب شو صفات ربنا؟ بصير الواحد يخمن تخمين. ليه؟ حدا فيكن قعد معه؟ حدا فيكن حكى معه وجه لوجه؟ حدا فيكن لمسه بالحواس؟ حدا فيكن عايش معه أدق وأصغر تفاصيل الحياة؟ نحن المسيحيين عنا هالشغلة بالذات. بالتجسد أصبح إلهنا القدوس بينشاف بالعين وبينسمع وبينلمس، وصار فينا نعاشره كأحلى بي وصديق وخي. وفي نضيف على كل هودي وقول إنه يؤكل أكلا كمان. لو واحد منكم أحبائي عم بيخبرني عن حدا بيقربه بأمريكا، فيني ادعي اني عرفت هالشخص؟ ما عرفته، بس عرفت عنه شوية معلومات. إنما لما بيجي هالشخص وبتقابل معه وبحكي معه وبقضي وقت معه، رح أقول عرفت عنه أو عرفته. في فرق أحبائي بين بعرف معلومات عن ربنا أو عرفت ربنا. المسيحي هو الوحيد اللي له حق يقول أنا عرفت إله القدوس شخصيا، لأنه التجسد هو اللي عمل هالعلاقة الشخصية مع الرب الإله. ليه علاقة شخصية؟ لأنه ربنا صار شخص.
والعلاقات الإنسانية مش علاقة معلومات، لا، العلاقات الإنسانية علاقات بالحواس. نحكي مع بعض ونسلم على بعض ونتبادل أفكار بعض ونسمع بعض وناكل مع بعض. كان لازم ربنا يصير إنسان لنقدر نعرفه، لأنه مستحيل نعرفه وهو بالسما وهو غير منظور. لكن التجسد ضرورة لمعرفة إلهنا القدوس، وهيدا الخبر الحلو اللي بيفرحنا بعيد الميلاد. مش بس نحن اللي بيفرحنا، اللي فرحوا ويمكن أكتر منا هن الملائكة، لأنه أحباء الملائكة ما كان مسموح لهم يشوفوا ربنا وجه لوجه أبدا. بعظمة لاهوته ومجده مستحيل الملائكة تشوفه، مستحيل. بس لما تجسد المسيح صار الملاك قدران يشوفوا مثلنا، صار ممكن للملائكة يشوفوا الإله المتجسد مثل ما بيشوفوه البشر. فالفرحة مش نشترك فيها سوا بيننا وبينهم. ولهيك بتقول الآية وهن قالوا بالإنجيل: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. تالت بركة للتجسد: المسيح تجسد ليخليني أولاد لربنا. المسيح هو الابن الوحيد للآب، هو نور من نور، إله من إله، من نفس جوهر الآب، وهو الوحيد اللي بحق له يقول أبانا أو أبي. إنما أحبائي لما تجسد المسيح وشاركنا بطبيعتنا قالنا يلا تعوا معي قولوا أنتوا كمان أبانا، ما أنا صرت من نفس طبيعتكم وأنا رح أعلمكم شو لازم تقولوا. أنا لما بحكي الآب بقول له يا بيي يلا أنتوا كمان قولوا مثلي أبانا. يعني نحن أخذنا البنوة عن طريقه. لهيك مرات بيقولوا باللفظة كلمة التبني، لأنه أحباء البنوة كتعبير دقيق خاصة بالمسيح وحده، لكن بالتبني صارت إلنا كمان. وبالنتيجة المسيح بيقول يا أبتاه ونحن منقول أبانا الذي. طبعا الرب يسوع المسيح بيتميز متميز، لأنه هو بنوته بنوة طبيعية، هو والآب واحد في الجوهر، بينما نحن أخذناها نعمة منه، أخذناها هدية منه. هو يقول يا أولادي ونحن نقول له يا بابا، بس نحن بالأصل مش أولاده ولا حتى منستاهل، بس بعد التجسد صار فينا نقول له أبانا. وكل مرة بنحتفل بعيد الميلاد لازم نفرح ونحتفل ونتذكر إنك صرت ابن لإلهك القدوس من وراء تجسد المسيح. وهيدي شغلة كبيرة كتير كتير، ما رح نعرف قيمتها إلا بلحظة دخولنا على السما. الرب يعطيكم أحبائي العمر الطويل. ليلة الميلاد يمنح حلب ودوع، ليلة الميلاد تزهر الأرض،
رابع سبب للتجسد. بس قبل ما أقوله خلونا أحبائي نعيد سوا اللي قلناه قبل بسرعة. التجسد ضرورة للخلاص، التجسد ضرورة لنقدر نعرف ربنا، التجسد ضرورة لنصير أبناء للرب، ورابع سبب أو بركة للتجسد، التجسد ضرورة للقداسة. شو يعني؟ كان ممكن الروح القدس يسكن فينا قبل التجسد؟ لا. ليه؟ لأنه هيدي الطبيعة فاسدة، الروح القدس مستحيل يسكنها. طيب شو اللي صار بتجسد المسيح؟ ربنا يسوع ياخد الطبيعة البشرية ويقول هيدي صارت طبيعتي، وصار طبيعي أنه روح القدس يسكن فيها، لأنه المسيح أخذ طبيعتنا وقال أنا رح ضل إنسان لآخر الدهور. وطبعا أحبائي هو بنفس الوقت ربنا وإلهنا ومخلصنا، فصار ممكن أنه الروح القدس يسكن فينا. المسيح تجسد حتى يعطي نعمة الروح القدس للبشرية، ولهيك أنت كمان صار فيك تكون قديس. يا وعاة أخبرونا هل جرى أمر غريب؟ أخبرونا بشرونا ما هذا السر العجيب؟ السبب الخامس للتجسد، المسيح تجسد حتى يجي ويخدنا معه على السماء. إجا المسيح لعالمنا ليخدنا لعالمه. ربنا قال أنا رح إجي زيارة لعندكم لترجعوا معي، رح إجي وإنتوا بتتمسكوا فيي وبترجعوا معي. إذن أحبائي الطريق الطبيعي للكنيسة شو هي؟ إنها ترجع مع المسيح على السماء. ولو ما تجسد المسيح ما كان أي شخص فات على السماء. نحن فرحانين كتير إنه إجا لعنا وتجسد، لأنه بالمرة التانية لما يجي تاني مرة شو رح يعمل؟ رح ياخد كل شخص اتعلق فيه أو لزق فيه. أول مرة إجا على عالمنا دفع الثمن وتمم الفداء، إنما المرة التانية رح يجي ليخدنا معه. أول فرحة بتجسده فرحة كبيرة أكيد، بس الفرحة الأهم والأكبر لما يجي المرة التانية ويخدنا معه لنضل بحضوره إلى كل الدهور. عندما نسقي عطشان كأسما نكون في الميلاد، عندما نكسع الريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرج القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. كمان أحبائي المسيح تجسد ليخلينا نفهم كل شيء. قبل المسيح كان ممكن يجي أي شخص بفلسفته الخاصة عن الإنسان ويقول الإنسان مصنوع من الهوى أو من تفاعل المادي، أو الإنسان حيوان، أو الإنسان إله على الأرض مثل عند كتير شعوب، وكل واحد في يقول اللي بده لأنه ما حدا فاهم أي شيء من الحقيقة. تجسد المسيح ليجي إلنا كل الحقيقة، لأنه هو اللي خلقنا وعملنا وقالنا اطلعوا فيي وشوفوني منيح، وهيدا المنظر اللي لازم كلكم تكونوا مثله. أحبائي بالتجسد شفنا المنظر الحقيقي للإنسان اللي هو منظر المسيح. ربنا يسوع هو الإنسان الكامل اللي لازم نعمل مثله،
ونعيش مثله. المسيح بتجسده صار عندي أنا، الإنسان الضعيف الضايع الفاسد، صار عندي مثل أعلى قلده. قبل التجسد لما ربنا كان يقلنا شيء كان يقولها من فوق من عرشه. مثلا إذا قال لي حب عدوك، رح قل له كيف بدي حبه يا رب؟ شيء مش معقول. لما بيقول لي استحمل، رح قل له كيف ممكن أعمل هالشي؟ ما أنا ما شفت ولا إنسان بيعمل هالشي صح. بس لما تجسد المسيح صرت شايف كل شيء قدامي، أي شيء بيقوله بيعمله وبعلمنا كيف، وبيقول اعمله مثلي. وأنا هون بس فهمت معنى الإنسان وقيمة الإنسان وكيف لازم يكون الإنسان. كله هيدا صار أحبائي واضح بالتجسد. لهيك قال ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، قال: ثم كلمهم يسوع أيضا وقال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كمان بالتجسد صار الإنسان له قيمة. قبل هيك كان الإنسان مجرد فساد بفساد وإلى الهلاك، وخلصت القصة بظلام من أولها لآخرها. بينما هلأ القصة اختلفت كليا. نحن هون على الأرض عايشين يومين، بس يومين غاليين كتير وإلهم قيمة. ليه؟ نحن بهال كم يوم اللي عايشينهم على الأرض نحن سفراء عن المسيح. ما بقى نحن شوية تراب أبدا أحبائي، نحن جواتنا روحه، ومنشهد له ومنحكي عنه ومنحاول نقدم صورته، ومنعمل جهد نجيب كتار ناس لعنده ليكونوا إلو النصيب معه بالملكوت. صار الإنسان إلو قيمة كبيرة. انت صرت سفير للمسيح على الارض. احبائي هيدا مش حكي، هيدا حكي الكتاب المقدس. القديس بولس بيقول برسالته: اذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب من عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أحبائي آخر سبب للتجسد هي المشاركة. ربنا لما تجسد دخل عالمنا ليشاركنا، لأنه الناس كانت تتهم ربنا أنه هو قاعد بالراحة بأجمل مكان وتارك البشر للعذاب وللألم. بس لما ربنا تجسد ما بقى قاعد بالراحة، إجا وشاركنا بكل شيء، وهو مش مذنب بولا شيء. المسيح شاف بالفترة اللي قضاها على الأرض كل شيء ممكن أنت تشوفه بحياتك. بتقول له
أنت مظلوم؟ ما المسيح انظلم أكتر بكتير. بتقول له أنا مقهور؟ ما المسيح قهروه كتير. خانوك؟ المسيح عاش أصعب خيانة. تألمت؟ المسيح تألم أكتر منك بكتير. تبهدلت بفترة بحياتك؟ المسيح وهو الإله القدوس الخالق شاف بهدلة يمكن صعب أنت تتحملها، وهو الإله. المسيح شاف الرياء والكذب والغش. المسيح سمح أنه يعيش مثلنا بكل شيء وأكتر منا ليهون علينا. لما تكون أنت تعبان صار في إلك أنا حاسس فيك يا حبيبي، بتقله أنت كيف حاسس فيي؟ بقلك أنت نسيت؟ ما أنا عشت مثلك على الأرض وشاركتك بكل شيء، وأي شعور صعب أنا رح كون حدك ومشاركك فيه. رح تقله أنا عايش وحدي تعبان يا رب وحاسس بوحدي، بقلك أنا يا حبيبي أغلى الناس عندي تركوني وحدي بأصعب اللحظات. أنت بتقله يا رب أنا مظلوم، أنا مخنوق. بقلك أنا انظلمت أكتر منك واختنقت أكتر بليلة صليبي لما كنت عم صلي وحدي وأقرب الناس إلي تركوني وحدي وهربوا. بتقله ضربوني يا رب، بقلك أنا ضربوني أكتر منك ولهيك أنا حدك وحاسس فيك. بس بقلك كمان الرب يسوع المسيح، واسمعوها منيح أحبائي، بقلك الرب لزق فيي وأنا رح خفف عنك وفرح لك قلبك وأنصرك على كل شيء. قرب مني وانسي الخوف وساق فيي بس واترك كل الباقي علي. Fear not, nor be afraid, for the Lord thy God will go with you. He will not fail you or forsake you. أحبائي، الرب يسوع المسيح لما تجسد شاركني بكل شيء، ولهيك هو بيحس فينا بكل شيء، بكل خبرة بتقطعها وبكل لحظة وبكل تجربة وبكل ألم. ولازم كل مسيحي يتذكر إنه كل شيء أوله صليب آخره قيامة ومجد وفرح. ولازم نمشي مثل إلهنا وبينا ومخلصنا، نمشي وراه خطوة بخطوة لنكون معه بعدين دايما حده، ليصير ما في شيء لا بيبعدنا عنه ولا أي شيء رح يزعلنا. بهيديك اللحظة رح نكون بحضنه بالمجد والفرح والسلام الداخلي مع أحلى بي وأطيب بي إله كل المجد. أحبائي، بزمن الميلاد المبارك بدي صلي أنا وياكن أختم بصلاة أنا صليها عنكن أنتو. أنتو شايفيني على الشاشة، تصلوا معي من بيتكن، من قلبكن، من عمق الروح. بدنا نصلي ونقول له إلهنا الطيب، منشكرك على كل الأشياء الحلوة اللي عطيتنا إياها بحياتك، بحياتنا نحن. يا ما سترت علينا، يا ما منعت عنا تجارب ومؤامرات، يا ما عطيتنا نعم رغم إن يا رب ما منستاهل شيء. نحن يا ما منوعدك ومنكذب ومنرجع منعمل نفس الأخطاء. يا رب نحن مش بس كسرنا وصية واحدة، نحن كسرنا كل الوصايا. نحن يا رب منجرب نحب مثل ما طلبت منا وما منعرف نحب، منجرب نضبط حالنا وما منعرف نضبط حالنا، منجرب نوعدك نبعد عن شهواتنا وما منعرف نبعد. يا رب منجرب نعمل رحمة مع الناس ونعطي، بالكاد نعمل شوي ومنرجع أسوأ من ما كنا. منجرب يا رب ما نتعلق بالمصاري
ونشوفك ونتعلق فيك وبكلماتك وبنرجع منوقع وبصير المصاري هي أهم شي بالحياة. يا رب أنت طيب كتير لأنك كل مرة بترجع بتصدقنا، كل مرة بترجع تفتح صفحة جديدة معنا كأن أول مرة، ونحن يمكن مش قادرين نتحمل بعض ولا نعطي فرص لبعض ولو حتى مرة. يا رب ركنا، يا رب حط إيدك علينا، يا رب علمنا، علمنا كيف نوعدك ونوفي، علمنا كيف نكون مسيحيين حقيقيين، علمنا كيف على القليل ننفذ كم وصية، علمنا كيف تقوى إرادتنا، علمنا نسمع صوتك، نسمع طرقات إيدك على الباب، علمنا كيف نقوم نفتح الباب. نحن يا رب ما منعرف شي، نحن يا رب أولاد صغار، ما تاخد علينا وما تحاسبنا، اعتبرنا أولاد صغار، ضلك قبال قعدنا بحضنك، ضلك قبال تعطينا فرص. يا رب سامحنا إذا كنا كل مرة منخيب لك أملك وكل مرة منزعلك بخطية أكبر من خطية. يا رب بمجيئك على هالدنيا، بدخولك لعالمنا، أعطينا نعمل حياة جديدة، حاول ساعدني أنجح، غير بزمن الميلاد إشيا فيي ما تغيرت، ساعدني يمكن وقف خطايا معينة، ساعدني أعرف حب أكتر، سامح أكتر، ساعدني أقرأ، يكون عندي إرادة صلي أكتر أو أقرأ بكتابك المقدس أكتر. أنا بحبك يا رب، يا أحلى بي بالدنيا، يا قدوس، يا محب البشر، يا إلهنا الضابط الكل، ارحمنا، كون معنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، آمين.